مسيرة المشي مسيرة توعوية في المقام الأول، يشارك فيها مختلف يعني الفئات العمرية، رجال ونساء وأطفال وكبار وصغار. المسافة في مقدور الجميع أنهم يمشوا في هذه المسيرة. ستكون تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية الظفار. الهدف هو توعوي في المقام الأول، لأنه كما تعلمون أنه شهر أكتوبر يسمى الشهر الوردي، وتكثر فيه حملات التوعية خاصة فيما يتعلق بسرطان الثدي. نحن في هذا الإطار نظمنا هذه المسيرة التي نتمنى لها التوفيق. يشاركنا كل يعني شرائح المجتمع والمؤسسات والأندية والجاليات، سيكونون متواجدين بإذن الله معنا في هذه المسيرة. وفي ختامها ستكون هناك أنشطة على مسرح يقام لهذه المناسبة، هناك توزيع بعض الهدايا، هناك أيضا تكريم بعض الجهات الداعمة، وبرامج مفتوحة للأسرة والطفل. أيضا الأطفال لهم نصيبهم في هذا التجمع، من أجل أيضا ألا تكون هكذا يعني فقط مشي، ولكن تكون فيها استراحة أيضا لالتقاط الأنفاس، وأيضا لإعطاء جزء من الهدايا وجزء من الاهتمام بالطفل وبالنشأ بشكل عام.